المشروع كله كان مكافأة تخرج بعثة خادم الحرمين الشريفين الله يغفر له. إذا تخرج الواحد يعطونا 3 رواتب، صرفت اللي صرفت منها وبقيت منها تقريبا 7000، واخذ 7000 وقلت فضل هذا حصتي ومشاركتي في المشروع 50-50، ونروح طال عمرك مخرج 15 ونشتري الصندوق البركس هذا حق اللي هو المكتب المتنقل، ونروح للبر ونحطه في البر، واحنا في الطريق رايحين نمر محل اواني منزليه ونشتري بعض المستلزمات حقت الشغله. بعدها طال عمرك كلمت خالتي، هلا مساك الله بالخير يا خالتي، شلونك؟ انت تعرفين تسوين قرص؟ لو سمحتي ابيك تعلميني كيف اسوي كرب. لا افقه شيئا في هذا الشغله. قالت لي تعال وجيها طال عمرك في الليل وتعلمني كيف اسوي الكرب بال 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 بنفس الصحن، حتى ما هو بالكرب العصا، الكرب ما كانت موجوده، كانت نفس الملعقه. تعلمت الشغله، رحنا فتحنا اول ويكند دخلنا تقريبا 150 الى 400 ريال، يعني يجهلني الرقم. الويكند اللي بعده دخلنا 1000. في هذه الايام انا في مشكله قاعد اعيشها، انا كيف اخذ من اخوياي فلوس؟ انا مشكله قاعد اعيشها، مشكله اجتماعيه، منصور سعودي في البر، خريج ماجستير، غربه، كل هذه الكلمات تمر علي شبه يوميا. فكان الموضوع شوي بيني وبين تحدي للنفس، هل انا قاعد اسوي صح ولا انا قاعد اسوي غلط؟ اصريت واستمريت، بدل تزين الامور عندنا، بدينا ناخذ شعبيه وصدى في المجتمع اللي حوالينا. الاسبوع الثالث والرابع والخامس والسادس الين تقريبا شهر، الين يعني فتره السيزن هو اللي حق البيع، كان معدل دخلنا في كل نهايه اسبوع وقت العمل كان تقريبا 15000 ريال. جماعه الخير، صندقتي الجديده لمده 3 اسابيع ان شاء الله او 3 اشهر في الشتاء مسويها صندقه مطورنا. انتهى السيزن، احنا مقفلين رقم يعني يرضينا، اخذنا ما اخذنا منه. هنا رحت قدمت على شركة ثقة لخدمات الاعمال، قلت انا لازم اجرب، لازم استكشف منصور. منصور عنده خبرة، انا خاف بكرة الناس تقول يا منصور، ولا انا ازعل على نفسي ولا اندم، لاني يوم تخرجت ما توظفت. فقلت لازم اتوظف على الاقل واحط لي تايم فريم محدد انا التزم نفسي فيه، بحيث ان اكتسب الخبره اللي احتاجها وارجع للقطاع الخاص او قطاع العمل الحر. في 1/2/2016 قدمت على شركه ثقه لخدمات الاعمال والحمد لله قبلوني، فصار عندي الصباح ادير مشاريع تقنيه حكوميه لها وضعها الحكومي القوي، وفي الليل قاعد استكشف منصور واجرب ابيع كرب ونوتيلا للناس في الشارع. جمعت الفلوس، قسمنا حصتنا ورحنا اشترينا عربة، واخذت العربة ووقفنا في 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 حطين، حي حطين. اللي الناس تجهله ان خلال عملي في حي حطين، طبعا الصباح كنت ادير المشاريع الحكومية او المنتجات التقنية الحكومية، وفي الليل كان دخلي اليومي من الكرب يتراوح الى من 3000 الى 5000 ريال يومي. فكان كل 10 ايام احنا معنا كيسه 50000 تقاسمها، كل 10 ايام 50000، كل 10 ايام 50000. فيه فلوس، فيه خير، بس الموضوع يحتاج اصرار وعزيمه واراده. اقول لك شيء، جمعت الفلوس هذه والله اني رايح لصديقي عنده معرض سيارات، جايب معاي ظرف فيه 100 و500 عليها تشوكلت الطبعات، فقلت له تفضل ابي اشتري سياره. ما كان عندي سياره، انا 28 سنه ما عندي سياره.